المرأة المغربية عنودة. Faut pas avoir de regrets. اليوم غتبدا المغامرة. سير اليوم الماتش الدراري. انا مشيت للتيران ولكن اول مره نحضر المنتخب باسمي في التيران. انا اول مره غادي ندخل للتيران في حياتي، اول مره في استراليا ومنتخب ديال البنات. انا ولد 40 عام والفوق هادشي كلشي ديجا دوزتو. تحيه لاي واحد قاس القهوه وتقول وياه كيف كنت بلاصتو وين جبتها في 90. انايا تريح اصاحبي. يلا نشوف تيران. يلا نشوف تيران. يا سحب ليا غنقدمني عمر ما كنت شي حد غتبقى فيه الحال بزاف والله. اليوم نهار الماتش والمغاربه كلهم ديال استراليا وديال العالم جاو هنا باش يعطيو رونديفو للفيدريشن سكوير اللي هي بحال قلتي جامع الفنا ديال ميلبورن. لقينا جمهور مغربي هنايا غنمشيو عندهم. انا بغيت هادشي. اجي ضرب لي اخي على الجيم. انت اخي تبارك الله تبارك صافا بخير. مزيان بزاف ديال المغاربه حاولوا يجيو لينا ولكن كنبقاو قليل لهاد القاره. هاد القليب ولا شنو بغيتي؟ اللي عجب القليب لان كنبغيو القلب صغير من وصلوا لهاد الكوب دي موند. راه هذا ديجا نجاح توقعات واحد زيرو لما المغرب. وحنايا واثقين على اننا اوم بعدا غادي نلعبوا بقلبنا. كيما قالت لك حنا راه جابوا لنا ريحه البلاد وجابوا لنا ريحه الحباب. راه اكبر نجاح لبؤات المغرب. جينا نشجعوا لبؤات وجينا نشجعوا المراه العيالات ديالنا البنات ديال المغرب. نشجعوهم باش يكونوا قويات باش يمشيو يتحدوا راسهم ويوصلوا لداكشي اللي هما بغاو في حياتهم. وهذه كره فيها الربح فيها الخاسر. مربوحه ديما مغرب. اش تقولي لهذوك الرجال اللي تيقولوا بان المراه بلاصتها في الكوزينه؟ غنقول له سير دخل لوغروب ديال لي جيبات وشوف شنو كنديروا. المراه حتى هي راه كتدخل للميكانيك كتعلم تبدل الرويضه كتخرج راسها من الرمله كتكافح. واش انت من لهيه هنا ولا هنا من لهيه؟ لا انا من المغرب وانا عايش هنا. صار لي 12 عام. شويه الحياه شويه. تزوجتي؟ انا مزيه. جابتك المدام؟ اييه. ها الحياه مين يقولش غادي يقول لك الحياه؟ المدام مغربيه ولا قوريه؟ من هنا. من هنايا شوف نعيش بالمغرب ونتنفس بالمغرب ونرجع للمغرب. قوريه استراليه وساكت عليها. وهذه اهم حاجه اللي احنا بالنسبه لنا. دابا شي دابا هذه دابا الحجل ديال استراليا الراس راه سير كشلي كاين البوليس دابا انا قدامي غنمشيو نشوفو واش نقدروا نهضروا معاهم بلا ترخيص بلا ما يوقف عليك شي مقدم ولا شي قايد. هلو هاي هاو ار يو هاو ار يو ماي نيم از ساد فروم موروكو. كان وي توك ويزاوت بيرميت؟ اوف كورس يو كان. يو كان توك وذات. ييب استراليان بليس ار فيري فريندلي. وات دو يو ثينك اباوت ذا موروكان فانز؟ ذي لوك ابسولوتلي فانتاستيك. ذي ار سو كولورفول اند ذي ار ميكينج سم جريت نويز اند ذي ار هير تو ريبريزنت ذير تيم ان بارك اس هارد اس اي كان. اي ثينك اتس فانتاستيك. يعني ما نحتاجش نوصف لكم الحب اللي كيقدموه المغاربه لبعضياتهم في خارج المغرب. قما كنخرج من المغرب كنحس بهذا الشيء. انا ما عمري ما تخيلت كميه المساعده اللي كاينه ما بين المغاربه هنايا بواحد الدرجه خطيره. دونك هنا اللي زوين هو الجامعه جابت واحد لي غيفت هما هنا وتيفرقوهم لاي واحد جا. شوف هذا جاي من استراليا. هذا ماتيلداز هو الفريق ديال الدريات ديال استراليا وجايين وتياخذوا حتى هما عزيز عليهم الفافور وان شاء الله يشجعوا معنا المغرب والفريق اليوم في الماتش. حنا اللي كيهمنا هو التجربه لاعبين كاس العالم واننا كنمثلوا المراه العربيه على الصعيد العالمي ومهما النتيجه اللي مهمنا حنا غنستافدوا. النساء اللي داروه مزيان غير داك التاهل اول فريق عربي كيتاهل راه انجاز خصهم خبره. الناس فاش كيتلاقاوني كنحس بهم بحال كيعرفوني من شحال هادي كيعبروا على الحب ديالهم بواحد الطريقه سخيه. شحال فلافل 2-0 1-0 عرفتي بحال هكا غادي يدير لهم. المغرب ما يتقلقش عليهم. تاهلوا للمونديال اول فريق عربي بحال المغرب في 70 اول فريق ولعبنا مع الالمان. شحال كنا درنا مع الالمان في 70؟ 2-1 كانوا قالوا غيغلبونا ب 40-0 في كلباو. غنتسناو دابا الخناشي الاكياس باش نمشيو نجمعوا التيران. اخويا ما غاديش تحتاج الاكياس لان التيران بعدا الا شي واحد درنا شي حاجه راه غادي يعطيوه الخطيه. دابا غنقول لكم شنو هو التشالنج. التشالنج هو نحاول ننظم مع الجاليه المغربيه اللي كاينه هنا واحد الحمله ديال النظافه ديال التيران.
عفاكم مغاربة اللي كاينين هنا اجيو اجيو. After we finish the game, no matter what the result is, we wanna do clean up in the stadium. Thank you. You wanna help me distribute the bags, ماشي؟ علاش نديرو هادشي؟ حيت التحسيس البيئي مهم وسورتو مزيانة ماشي غير في التيران، حيت خارج التيران تنتمنى نتوما اللي تشوفوا هاد الفيديو تقدروا تعودوا هاد السلوك في البحار ولا في الغابة، حيت هو لابد نحافظوا على البيئة ديالنا. التشالنج ديال أننا نجمعوا الزبل في التيرانات حضرت لي أنايا في قطر. أنا عجبتني الفكرة بزاف ومتحمسة بزاف أنني نديرها، وفرحت بزاف بأن كاين مغربي بدا هاد الحملة هادي. راه الوطن ديالك تا واحد دارنا كبيرة، خصنا نحافظوا عليها. هاد المبادرة زوينة بزاف. واش نتا في داركم غتجي تقرعوا وغتلوحوا في الزنقة؟ حشومة. كنشكر الدراري وخاصة سعد لأن داروها العام اللي فات، كانت قادية ناجحة. يا مغرب تمشينا مع الجمهور والأجواء كانت واعرة. غير دخلنا التيران ما كناش تنتوقعوا بها يزربوا عينينا بهذه الطريقه. خاصك تباكي من البعيد، خاصك تقبل الواقع. في النتيجه الخايبه المورال كان هابط، داكشي علاش لقيت راسي غير انا واحد جوج دراري جالسين تجمعوا التيران. يا راجل ساد القضيه هذه، ولكن راه اوفوندمون ما باش دوز اصاحبي، راه طلعوا هابط. لا لا دخلت على لا كوب جيمون في قطر، الارجنتين خسرت مع السعوديه ما خسرت. ايوا ايوا هو اللي دار كوب جيمون الارجنتين. من احسن لي زيكيب اللي كاين في العالم. دابا نتوما الا ما كاعينش انا كاعي عليكم نتوما. علاش واش كاعي عليكم؟ حيت معليش غتعرفوا هادشي في الحلقه الجايه ديال الفرقه.